أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. القضية مش تعليم بس، القضية الجانب السيكولوجي بالنسبة للطالب، لأن الطالب مشكلته دلوقتي أنه بيحس أنه ناسي كل حاجة. احنا على مرور 35 سنة مرنا بأجيال متعاقبة، لكن الجيل الجديد معروف ان هو له طموحات، لكن في انشغالات كتيرة بالانترنت بالفيسبوك ده، فاحنا بنحاول نشيله من انشغالاته الذهنية دي وبنخليه يركز في الجانب التعليمي بتاعه، على اساس انه بكرة ان شاء الله رب العالمين هو داخل ورقة الامتحان يكتب حاجة فهمها مش حاجة حافظها. العربية بس بيبقى فيها كذا فرع من الفروع، فالطالب بداية احنا بنمسك له ورقة الاسئلة بنرتبها له. رقم واحد، ازاي تكتب تعبير وظيفي لو جالك، ازاي تنمي ملكة من الملكات اللي ربنا اديها لك سبحانه وتعالى، ازاي ان انا اعمل تعبير ابداعي اعمل فيه كونتاكت مع الواقع المعيشي اللي الشاب عايشه، ازاي ان انا استدل بأي قرآن. وبالمناسبة المسيحي والمسلم معانا هنا، حافظ آيات القرآن اللي هيستدل بيها واللي هيستشهد بيها. خش على فروع المنهج، معروف ان قصة الايام 22 فصل، فاحنا بنحاول كل بطريقتنا ان احنا نعمل ربط ما بين من الفصل الاول للفصل الـ11 الجزء الثاني. ازاي الطالب اولا يقرأ الفقرة، ازاي يقدر يطلع منها اللي هو مطلوب منه، ازاي يقدر يطلع المترادفات اللي عامله مشكلة للطالبة جدا. بنخش بعد كده على سيرة القراءة، يعني ان شاء الله لما احنا هنبدأ دلوقتي معانا هتلاقي ان احنا بنركز له، مش بننشد زي ما بيقولوا، لا خالص، الطالب فاهم ما بين السطور. عملنا لهم امتحان تجريبي في مدرسه، الزمن 3 ساعات من 9 لـ12، ورق اسئله ورق اجابه. الطالب قدر يتعود على الامتحانات التجريبيه الفعليه للي هيشوفه ان شاء الله بكره في الثانويه العامه. المراجعات دي اهم حاجه الطالب بيكون اصلا معتمد عليها، ومستر اسامه مخلينا طبعا مش محتاجين لحاجه، مش متوترين كمان واحنا داخلين الامتحانات، هم رايحين ورجعنا كذا مره عشان كانوا مطمنين. اكيد علشان احنا بقى مذاكرين وبنحس ان احنا يوم الامتحان معلومات كلها نسينا ومش متذكرينها، فالمراجعات المستر بيذكرنا بالمنهج كله، وبنبقى مثلا اول السنه بادئين 60%، نيجي في المراجعه النهائيه 70%، نيجي دلوقتي المستر بياكد لنا المجموعه كل المراجعات 100%، فبنبقى كل حاجه في دماغنا وبنبقى متذكرين رايحين الامتحان فاكرين كل حاجه. الحمد لله احنا بنراجع بقى لنا شهرين، مراجعين المنهج كله كتير، مراجعينه كذا مره، واستاذ بسام بذل معانا مجهود رائع يعني، وربنا يوفقنا. كل هذه المراجعات التعليمية قبل ليلة واحدة من الامتحان تأتي في إطار المساعدة والتسهيل على الطلبة والطالبات نفسيا وعلميا، وللحصول أيضا على أكبر نصيب من الدرجات للتفوق العلمي. مصطفى سعد، أخبار اليوم.